أنا فخورة أنني اليوم هنا معكم وفخورة بالإنجاز اللي درنا في رواندا في الأولمبياد بان أفريكان دو ماتيماتيك. الحمد لله أننا قدرنا نحافظوا على المرتبة اللي كان واخدها المغرب المرة الثالثة التوالي، وهذا ماشي مجهود بيرسونيل وإنما مجهود تاع ليكيب توت أونتيير بلي بروف والتيم وجمعية ماتي ماروك اللي سندتنا دوبوي الديبي. والحمد لله كنا ايكيب منسجمة وقدرنا نحصلوا دي ريزولطا اللي راهم مزيانين، ونتمنى ونقدروا نجيبوا دي ريزولطا اللي يشرفوا بلادنا في لي زيمو لي زولمبياد انترناسيونال ماتيماتيك في اليابان. لفت اننا جينا هنا من ولد في افريك تاع اون سول بيرسون وانما تاع ستاد لي مونبر لي كنا مستجمعين بيناتنا، كنا فرقه بكل ما تحمل الكلمه من معنى. ولقب وانا فخوره اننا قدرنا نحافظوا على الرتبه اللي كان واخذها المغرب هذه المره الثالثه التوالي، هي المرتبه الاولى افريقيا وبفارق 41 نقطه مع ليكيب الثانيه هي ليكيب تاع الجزائر. و التتويج تاعي كملكة افريقيا في الرياضيات، اي تتويج البنت الاولى افريقيا، هو صراحة ما كنتش متوقعة ولكن في نفس الوقت كنت خدمة عليه. وكنشكر من هذا المنبر جميع الأطر التربوية والأساتذة اللي قراوني، والديا والأكاديمية المديرية والكوميتي سنترال الأساتذة اللي كانوا كيخدموا معنا، وجمعية ماتي ماروك اللي كانت كتعطينا لو سوتيان سواء من ومدير المؤسسة طبعا اللي وقف معايا من الاول حتى الاخر تاع هذا المشوار. وكنتمناو نتائج نحافظوا على هاد الصدارات في ليجولمبياد انترناسيونال الايمو في جابون.